السعودية حتى الآن لم تعلن ولم ترمي بثقلها مع أي قوى أخرى، حتى الآن هي تنتصر لصالح سيادتها ولصالح مصالحها الوطنية. هي ترفض أن تكون تابعا للغرب، لكنها لم تعلن أنها مع الروس ولم تعلن أنها مع الصين، لكن هي تعلن أنها مع مصالحها الوطنية. تمكنت المملكة من بناء علاقات تاريخية استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، طوعتها لصالح علاقاتها العربية ومصالحها العربية. تمكنت أيضا من إقامة علاقات استراتيجية مع الأصدقاء في روسيا نجني ثمارها الآن، وتمكنت المملكة العربية السعودية أيضا من إقامة علاقات استراتيجية مهمة مع الأصدقاء في الصين. الصين اليوم هي المشتري الأول للنفط السعودي. بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ليست من زبائن المملكة في النفط، هي تكتفي بما لديها. لذلك يعني أحيانا تستغرب أن الولايات المتحدة الأمريكية تطلب من السعودية أن تستخدم السلاح يعني النفط كسلاح في وجه روسيا في الوقت الذي هي لا تشتري النفط السعودي، وفي الوقت الذي هي لم تخفض سنتا واحدا على دافع الضرائب وحمل الضرائب الأمريكيين المستهلكة النهائي. لذلك السعودية في رأيي اليوم، ونحن على بالمناسبة في انتظار زيارة تاريخية سيقوم بها الرئيس الصيني بعد عيد الفطر، تستعد السعودية لزيارة تاريخية حافلة شبيهة بزيارة الرئيس ترامب التي قام بها للمملكة العربية السعودية. وهذه الزيارة أعد لها مسبقا وليست مرتبطة بتطورات الأوضاع التي يشهدها الإقليم. لذلك أقول كمراقب أن الدبلوماسية السعودية والدبلوماسية الخليجية اليوم نشطة، أصبحت نشطة بشكل لم تكن عليه من قبل، مكنها من أن تعدد سلة تحالفاتها وتنوعها، وتستطيع اليوم أن تكسب ثقة كثير من القوى الدولية، وهذا مكنها من التخلص من سياسة الحليف الأوحد التي كانت تمثل ضغطا على متخذ القرار العربي، ضغطا على متخذ القرار السعودي. اليوم هناك عقلاء من الحزب الجمهوري وعقلاء من الحزب الديمقراطي بدأوا يدقون ناقوس الخطر في استمرار استفزاز الرياض من واشنطن، خصوصا وهم يرصدون أن السعودية مرحب بها في الهند وفي روسيا وفي الصين. لكن مع ذلك في اعتقادي أن السياسة السعودية التي اتسمت طول العقود الماضية بالحكمة وبالتعقل وبعد النظر، في اعتقادي أنها تدرك وتملك أن تكون محورا وليس تابعا لأي قوة شرقا أو غربا. ولذلك عندما زار الرئيس الفرنسي الرياض وزارها رئيس الوزراء البريطاني أيضا، كانت نفس الرسالة تتكرر على مسامعهما بأن السعودية تراعي مصالحها الوطنية وتراعي مصالح المجتمع الدولي ومصالح الأشقاء والأصدقاء في أوبك بلس، ولا يمكن، وهي تسعى حقيقة لهذا الأمر، لا يمكن أن تجعل النفط مجالا للمقايضة السياسية أو للمزايدة السياسية أو سلاحا في يد الآخرين، نظرا لأن النفط هو المدخول الوطني الأول التي تعتمد عليه عملية التنمية في دول الخليج. ولذلك من المستحيل أن ترهن مدخولها الوطني في يد الغرب الذي قدم كثيرا من الأمثلة على أنه لم يعد يعتد به في كثير من الأزمات. وأقرب دليل ما جرى لأوكرانيا وحالة الخذلان التاريخية الكبيرة التي عبر عنها الرئيس زيلينسكي، وحالة الخذلان التي عبر عنها الشعب الأوكراني حتى اليوم، الخذلان الذي عاناه بعض الأشقاء في العراق جراء الانكفاء الأمريكي وتسليم العراق للأطماع الإيرانية آنذاك. اليوم نجد أن إيران أيضا تمارس حالة غض النظر عن السلوك الإيراني المستشري في كثير من الدول العربية في سبيل تعجيل تمرير اتفاق 5+1. لذلك لا أحد ينتقد السعودية عندما تقف مثل هذا الموقف الصلب. أريد أن أعيد التذكير أستاذي إن سمحت وإن كان هناك وقت، تفضل، أن العلاقات السعودية الأمريكية في رأيي كمراقب يجب أن تمر بمرحلة علاج حقيقية، مرحلة جراحية حقيقية، لتؤسس لعلاقات جديدة قائمة على الندية والاحترام المتبادل وعلى المصالح المتبادلة. في اعتقادي أن هذه المرتكزات الثلاث دائما حاضرة في يد المخطط السعودي وفي يد الدبلوماسي السعودي، وأعتقد بل أجزم أن سنرى الرئيس بايدن إما في آخر شهر رمضان أو بعد عيد الفطر قادما للرياض، ليس لترميم العلاقات بل لبناء علاقات جديدة عمادها الثلاث محاور التي أشرت إليها. ثم أيضا أن الأمريكان كلما تأخروا كلما ازدادت العلاقات السعودية الصينية متانة ورسوخا،
كلما زادت الأطماع الروسية في الاستثمارات في داخل في الجزيرة العربية، وهذا ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد انكفاء في استراتيجيتها حتى في علاقاتها مع الدول الأوروبية. اليوم نجد أن علاقاتها تكاد تكون قوية مع البريطانيين فقط، بينما الدول الأوروبية الأخرى هناك حالة ارتباك، هناك حالة شكوك ما بين هذه الدول وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. حتى اليوم ونحن نرقب حالة التشكك الأوروبي في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تعاني كثيرا بسبب الإدارة الموجودة الآن، وبسبب تراكمات الماضي، وبسبب مخاوف المستقبل.